سالة موجودة معانا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. صباح الخيرات عليك يا سالة، وأهلا بيك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. وزي ما أنت قلت يا كريم، يعني حاليا أنا متواجدة داخل لمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ومش جوه عند دولاب البطولات، لا بره طبعا، بسبب يعني تحسن شوية حالة الطقس زي ما أنت قلت. فيعني طبعا حاليا أنا متواجدة عشان لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي يعني كل الأمور المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. ويمكن خلينا نبتدي معاكم بأخبار الفريق الأول لكرة القدم، وطبعا بدون راحة من السودان لأسوان، وطبعا بعد مباراة الهلال السوداني والنادي الأهلي على طول. زي ما احنا عارفين طبعا الفريق اتجه يا كريم بعد يعني مباراة الهلال السوداني لأسوان، استعدادا لمباراة أسوان القادمة إن شاء الله ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. ويمكن كانت أول طبعا يعني تمرينة وبداية الاستعدادات كانت امبارح بالنسبة لفريق النادي الأهلي. جميع اللاعبين يعني اللي شاركوا في بطولة أفريقيا أو يعني مباراة الهلال السوداني أدوا بعض التدريبات الاستشفائية، ولكن بقية اللاعبين أدوا يعني بعض التدريبات المتنوعة سواء التدريبات بالكرة أو التدريبات البدنية. ولكن يعني طبعا كمان يعني جميع حراس المرمى أدوا جميع تدريباتهم بشكل يعني قوي مع يعني مدرب حراس المرمى مستر ميشيل يانكن. ده بالنسبة لتدريبات امبارح. النهاردة كمان إن شاء الله يا كريم الفريق هيواصل تدريباته بشكل طبيعي استعدادا لمباراة أسوان بكرة إن شاء الله، ولا تقام الساعة 3:15 في مدينة أسوان. ده بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. كمان خليني أتكلم شوية عن جميع الألعاب الأخرى يا كريم، والبداية مع الفريق الماسترز أو الفريق الأول لكرة الطايرة رجال تحت قيادة الكابتن ميدو مسلحي. يمكن طبعا فريق الماسترز صاحب الرقم القياسي والبطل التاريخي للبطولة العربية برصيد 7 بطولات يا كريم. إن شاء الله النهاردة هتكون البداية في البطولة العربية، والنادي الأهلي هو النادي المصري الوحيد اللي هيشارك في البطولة العربية إن شاء الله. يمكن كمان الكابتن ميدو مسلحي الأيام الماضية يعني نقل كل التدريبات لفريق الماسترز لصالة 2 في استاد القاهرة طبعا عشان الفريق يتعود على الصالة اللي تستضيف يعني جميع المباريات في البطولة العربية. وكمان أعلن امبارح الكابتن ميدو مسلحي عن القائمة إن شاء الله هتشارك في البطولة العربية بالنسبة للاعبي النادي الأهلي، والبداية هتكون في مركز المعد طبعا الكابتن عبد الله عبد السلام والكابتن حسام يوسف، في مركز 2 احمد صلاح واحمد قطب، في مركز 3 عبد الحليم عبو، احمد عادل، عبد الرحمن سعودي ومحمد محسن. كمان في مركز 4 هيكون احمد سعيد، المحترف الايطالي لويجي، وعبد الرحمن الحسيني، احمد عزب ومحمد عصران. وفي المركز الليبرو هيكون طبعا المحترف الكوبي يواندر جراسيا ومحمد رمضان. ده بالنسبه لقائمه النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي اللي هيشاركوا في البطولة العربية. كمان خليني أقول لك يا كريم أنه امبارح يعني أعلن الاتحاد العربي لكرة الطائرة انسحاب 4 فرق من البطولة، وهم نادي الزمالك المصري ونادي الاهلي الليبي ونادي القوات الفلسطيني وكمان نادي الكويت الكويتي. بعد انسحاب ال4 فرق دول يعني قرر الاتحاد العربي ان هو يعيد مره اخرى يعني اعاده القرعه الخاصه بالبطوله العربيه، ويعني اللي طبعا انتهت امبارح يعني كانت دي اقيمت امبارح يعني بالليل في الاتحاد العربي، واللي انتهت على مشاركه 12 فرقه في البطوله من بينهم النادي الاهلي. ويعني وقع النادي الاهلي المصري في المجموعه الثانيه من البطوله طولة، وهيكون معاه 5 فرق وهم المصافي شمال العراقي والوكرة القطري السيب العماني وبني ياس الإماراتي وخيبل اليمني. يمكن دي 5 فرق إن شاء الله اللي هيواجهها النادي الأهلي طوال الأسبوع في البطولة العربية، والبداية هتكون من النهاردة إن شاء الله في افتتاح البطولة أمام نادي مصافي الشمال العراقي، واللي هيكون في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة وعلى صالة 2 زي ما قلت، الصالة طبعا اللي بتكون متواجدة في استاد القاهرة. وإن شاء الله البطولة يا كريم يعني طوال الأسبوع ده هيكون مرحلة دور المجموعات، وبعد كده بداية من بعد يوم السبت إن شاء الله. يعني طبعا الأسبوع ده كله هيكون فيه مباريات بالنسبة لفريق النادي الأهلي ما عدا يوم الخميس، وبداية من يوم الأحد إن شاء الله هتبتدي مرحلة الدور الثمانية من البطولة، ودي اللي هتقام يعني بنظام يعني أول المجموعة الثانية، المجموعة الأولى عفوا هيلاعب رابع المجموعة الثانية، وتاني المجموعة الأولى هيلاعب بثالث المجموعة الثانية. والمفترض إن شاء الله يعني 4 فرق من مجموعتين سواء المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية
يصعدوا للدور الثمانيه، وطبعا اجمالي هيكون 8 فرق في البطوله. ده بالنسبه لفريق الماسترز. كمان خليني اقول لكم من امبارح سيدات الكره الطايره كان عندهم مباراه قويه مع نادي الصيد في بطوله الدوري، الدور القبل النهائي من بطوله الدوري الممتاز للكره الطايره، وفاز فيها النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل شوطين. ده بالنسبه للنادي الاهلي. دي طبعا المباراه اللي اقيمت يعني ما بين الفرقتين على صاله نادي الاتحاد السكندري في مدينه الاسكندريه النهارده ان شاء الله. يعني فتيات الذهب هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات، وبكره هيرجعوا للتدريبات الجماعيه عشان يستعدوا لمباراه سبورتنج ان شاء الله يوم الجمعه المقبله، ودي هتقام في تمام الساعه 5 مساء على صاله 4 في استاد القاهره. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لك يا كريم انه ملكات كره السله ولاعبات كره السله بالنادي الاهلي يعني ساهموا بشكل كبير في تاهل منتخبنا الوطني لكره السله لبطوله الافرو باسكت او بطوله افريقيا لكره السله. يمكن امبارح يعني منتخبنا الوطني كان عنده مباراه قويه مع منتخب اوغندا، واللي فاز فيها منتخبنا الوطني على منتخب اوغندا في على ارضه بنتيجه 74-65، ويمكن كده يعني تاهل منتخبنا الوطني لبطوله الافرو باسكت او بطوله افريقيا لكره السله، واللي هتقام ان شاء الله في رواندا بدايه من يوم 28 يوليو القادم حتى يوم 6 اغسطس القادم. ده ان شاء الله يعني خلال العام يعني العام اللي احنا فيه ان شاء الله يعني هتقام بطوله افريقيا لكره السله. كمان خليني اقول لك انه لاعبات النادي الاهلي حصلوا على بعض الجوائز الفردية، زي رنيم الجداوي حصلت على 3 جوائز فردية منهم أفضل لاعبة في التصفيات، وكمان أفضل لاعبة في مركز 5 طبعا مركز السنتر، وهدافة التصفيات برصيد 98 نقطة. ده بالنسبة لرنيم الجداوي. كمان نادين سلعاوي حصلت على جائزة فردية وهي أفضل مسددة للرميات الثلاثية برصيد 13 ثلاثية في الأفرو باسكت. فيعني دي كده خلاص كانت يعني التصفيات، ودي كانت آخر مباراة بالنسبة لمنتخبنا الوطني. ان شاء الله الايام القادمه هيرجعوا جميع لاعبات النادي الاهلي وينتظموا في التدريبات الجماعيه للفريق، وبعد كده هتبتدي ان شاء الله الفتره القادمه جميع المباريات وعوده المباريات مره اخرى للفريق الاول لكره السله سيدات بالنادي الاهلي. يمكن دي يا كريم كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاك لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك يا كريم، تفضل. انتوا عمركم الحقيقه يا سلام ما بتدونا اي فرصه لطرح المزيد من الاسئله، دايما تخطيطك وتخطيط كل الزميلات تغطيات كافيه ووافيه، بشكرك عليها جزيل الشكر، بشكرك على وجودك معانا في حلقتنا النهارده في 10 الصبح في الاهلي يا سلام.